السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله راح نديكم نقول في جولة، نديكم معايا تشوفوا داري وتشوفوا لي مابل ولا لي مابل توعي القدم وين ديتهم. ورايحة نشارك معكم فين راح ندير لكم الجوي تاع الدلاع ونيتوايا شوية واش درنا أنا والدنيا بنتي. خليكم مع الفيديو ونتمنى إن شاء الله يعجبكم وبقاو معايا. Thank you.
ان شاء الله نوجد لكم الجوي تاع الدلال اللي قلت لكم عليه. كما راكم تشوفوا فيه، حنقول لكم اذا جاتكم دلاعه صامته ديروا كما درت انا، ونقول لكم ما تندموش عليه. راح نعطيكم ان شاء الله الوصفه. عندي هنا الدلاع، نحي له كامل هذوك العلف او الزريعه اللي فيه، وقطعوه طرف هكذا صغار. عندي هنا حبه قارص عصرتها هنا، بالكم راني في داري هذه ما عنديش بزاف لي مويا. عندي السكر كما راكم تشوفوا، ما عنديش بزاف لي مويا، راح نديرو بالميكسور. اذا كان عندكم الطاس تقدروا ديروه في الطاس، يكون الدلاع تاعكم بارد، باسكو مش راح نخلط الماء، راح نخلي غير الدلاع والقارص والسكر. السكر ما نعطيكمش شحال، كل واحد وذوقه تاعو، اللي يحب السكر بزاف يكثر، واللي ما يحبش بزاف ما يديرش بزاف. كما قلت لكم الدلاعه راهي صامته، جاتني صامته قلت نديرها جو. تميكسيوها مليح. هنا شويه ضيق في هذا البوتاجي، يعني مانيش موالف راه لي موالف بالليستاع وموالف بالبوتاجي عريض، راني نخدم هنا ديفيسيلمون. هنا بعد ما ميكسيتو فرغتو في القرع هذه، كما قلت لكم عندي هنا شويه موعن برك في هذا الدار، موعن القدم. شوفوا الله يبارك هذاك الجو، كما قلت لكم ما درت له حتى قطره تاع ماء، غير القارص والسكر، جا واحد الجو روعه. هاو كيفاه جا، منعش بارد وبنين. جربوه اذا جاتكم دلاعه صامته ما ترميوهاش، وخليكم ان شاء الله. نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه والى الملتقى ان شاء الله. ما تنسونيش اذا عجبكم الفيديو باللايك والبارتاج. شكرا، مع السلامه.